باب صفات الحروف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. إن شاء الله معنا اليوم أهم الصفات الأصلية للحروف، وهي بتنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. معنا نستعرض إن شاء الله الصفات التي لها ضد، وهي الهمس وعكسها الجهر. حروف الهمس مكتوبة فوقيها عشان يبقى سهلة الحفظ إن شاء الله. فحثه شخص سكت، معنى كده إن هنا مفيش حروف، يبقى باقي الحروف الهجائية مجهورة. وسبب الهمس إيه؟ سبب الهمس جريان النفس، جريان النفس. تاني صفة معانا إن شاء الله الشدة، وعكسها الرخاوة. الشدة حروفها أجد قاتن بكت، عكسها الرخاوة. في بينهم صفة التوسط أو البينية، اللي هي حروف لن عمر، يعني أجد قاتن بكت شديدة والتوسط في لن عمر، وما باقي الحروف رخوة. معنى التوسط ان بيبقى الحرف لا هو شديد ان بينحبس فيه الصوت، زي حروف اجد قاتن بكت، ولا هي رخوة قوي بحيث ان هي تبقى يعني يجري فيها الصوت فتكون رخوة. انما هي توسط ما بين الشدة والرخاوة، وبيبقى سبب الشدة هنا ايه؟ انحباس الصوت. اج أد أق أط أب أك أت وهكذا. النبأ جريان النفس أف أح أث أه أش أخ وهكذا. هنشرح إن شاء الله الحاجات دي كلها بالتفصيل بإذن الله. الصفة الثالثة إن شاء الله معانا الاستعلاء، وعكسه الاستفال. الاستعلاء حروفه خصة ضغط قذ، ودي حروف بتبقى مستعلية يعني مفخمة، فبيرتفع فيها أقصى اللسان. عكسها الاستفال، يعني بتبقى حروف مرققة فبينخفض أعلى اللسان. بعد كده صفة الإطباق، وعكسها الانفتاح. حروف الإطباق صاد وضاد وطا وظا، وهي من حروف خصة ضغط قذ. معنى كده إن حروف الإطباق اللي هي الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء من بتبقى مستعلية وفي نفس الوقت مطبقة، لأنها من حروف خصة ضغط قذ. عكس الإطباق الانفتاح، هنا بيرتفع الإطباق بيرتفع أغلب اللسان. أص أض أط أض بيرتفع أقصى لسان، هنا بينخفض اللسان في الحروف الانفتاح. آخر صفة معنا وهي صفة الإزلاق، عكسها الإصمات. وهذه الصفة من علم الصرف، وليست لها أي صلة بأحكام التجويد، وبنذكرها لذكر ابن الجزري لها رحمه الله. إن شاء الله نبدأ في شرح أول صفة، وهي صفة الهمس وعكسها الجهر. الهمس اللي بيحصل قلنا سببه إيه؟ سببه جريان النفس. الهمس معناه إخفاء في السمع، فاللي بيحصل بينفتح الأوتار الصوتية. يعني لو وضعت صبعيني على الحنجرة عندي كده ونطقت الحروف فحسه شخص سكت، هلاقي إن مفيش أي اهتزاز بالأوتار الصوتية. نجرب مع بعض أف، وتلاقي إن إيه؟ في هوا كده بيخرج من الفم، هوا اللي هو النفس، لأنه قلنا سببه جريان النفس. أف أح أث أه أش أخ أص أس أك
دي حروف الهمس. عكسها الجهر، هنا قلنا بينفتح الوترين الصوتيين، هنا بينغلق الأوتار الصوتية. هنا قلنا في إخفاء في السمع، هنا وضوح في السمع. هنا قلنا عدم اهتزاز الأحبال الصوتية، ما فيش أي اهتزازة، ما فيش أي حركة خالص. إنما بالنسبة للجهر بتهتز اهتزاز وبينحبس النفس، بيهتز الأوتار الصوتية وبينحبس النفس. نجرب مع بعض. أز، برضو نضع صبعينا كده حوالين الحنجرة. أز، ال، أظ، وهكذا. طبعا باقي الحروف كلها مجهورة. وبكده انتهينا من الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة أخرى إن شاء الله مع أهم الصفات. صفاتها جهر وارخ مستافل، منفاتيح مصماتات والضد قل. مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت. وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضبط قض حاصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطباقة، وفر من لب الحروف المذلقة.